الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما قبل في قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ذكرنا بالأمس بأن يعني هناك قولان للمفسرين في تفسير هذه الآية القول الأول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين يعني علم الله عز وجل من مات من بني آدم أحصاهم وعدهم عدا وعلم كذلك من سيأتي من بني آدم أو أن يكون المعنى وهو داخل في هذا القول علم الله عز وجل من ولد ومن علم وعلم الله عز وجل من هو مازال في أصلاب آبائهم وهذا القول الأول ومن يقول يعني جماهير من المفسرين القول الثاني وأن المقصود بذلك هو صفوف الصلاة صفوف الصلاة ويروي فيه الإمام الإمام أحمد وغيره ويروي فيه الإمام الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كانت هناك امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الناس ممن هو حريص العهد بالإيمان كان يعني يتأخر في الصف والبعض كان يتقدم في الصف بعيد عنها فحذرهم الله عز وجل من ذلك وقال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين والعلماء هنا في هذه المسألة على قولين بعضهم يضعف الحديث بسبب وجود أن مدار الحديث على عمرو بن مالك أن يعني المكري ويرى أنه لم يوثقه إلا ابن حبان فيرى أن مدار الحديث عليه فيضعف الحديث من هذه الجهة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مصحح الحديث صححه في السلسلة الصحيحة
فالعلماء على قولين، منهم من يقول الحديث ضعيف ويعتمد التفسير الأول، ومنهم من يقول التفسير الحديث يعني صححه بعض أهل العلم ويعتمد بأن هذا يشمل ذلك. وسبب الخلاف الشديد في هذا أمران، الاختلاف في سند الحديث. الشيء الثاني أن لم يرد في سياق الآيات ما يدل على ما يتعلق بمسألة الصلاة أبدا، لا قبل هذا ولا بعده، لأن ما قبل هذه الآية وإننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وما يليها كذلك يعني لا علاقة لها بموضوع الصلاة. فهذا الفريق يرى أن التفسير الأعم، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني علم الله عز وجل من سيأتي ومن يعني ومن هو يعني سيولد بعد، من مات علم الله سبحانه وتعالى، ومن سيأتي علمه الله جل وعلا ذلك. ولذلك جاء بعدها وإن ربك هو يحشرهم، وقبلها وإننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. والفريق الثاني يقول لا مانع، يقول والله هذه الآية نزلت في ذلك والحديث صحيح في هذا. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أحب أن يجمع بين القولين، فقال إن الحديث يحمل على المعنى الأول اللي هو المعنى العموم، ولا مانع ما هو يشمل المعنى الثاني. وهي المسألة دائرة بين هذا وذاك. طبعا المعنى الأول أقرب للسياق وموافق لسياق القرآن، والقاعدة السياق قاعدة معتبرة. والمعنى الثاني الذي يذكرونه هيرد عليهم أمور، منها أولا أن الصلاة أن هذه السورة مكية، ولم تكن هناك صلاة لرجال ونساء في جماعة في مكة، كلامنا هذا بعد بناء المسجد في المدينة. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا في حديث القبور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان إذا زار القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إيه؟ يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. المستقدمين، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المستقدمين عليه في الحديث ده، والحديث عند مسلم في صحيح، أطلقوا على من تقدم موته، والمستأخرين ممن تأخر موته. إذا هذا الحديث أيضا يدعم القول الأول. السياق، قاعدة السياق تدعم القول الأول. الشيخ الألباني لما صحح الحديث يقول والله لا مانع من الحديث، لأن الحديث صحيح وقد يكون هناك منافقون. طبعا النفاق لم يكن في مكة وإنما كان هي في المدينة والصورة مكية. فالذي يترجح في ذلك والله تعالى أعلم هو القول الأول. وقد يكون إن قول ابن عباس رضي الله عنه فنزلت هذه الآية، قد يكون هذا إنه يقصد دخول هذا في معنى الآية، ولا يقصد أن هذه القصة هي السبب نزول الآية. وإحنا مر علينا هذا الكلام قبلا، مر علينا في سورة الأنفال ويعني وغيرها أحيانا يعني يفسرون الأمر ولا يقصد بذلك سبب النزول، إنما يقصد إيه؟ يقصد دخول هذا في معنى الآية. إذن هذا القول الأول هو القول الأرجح في ذلك، لكن أحببت أن أسأل لكم القولين. يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وهنا يذكر الله جل وعلا البداية الأولى للخلق بعد أن حذر الله عز وجل عباده ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فبين الله عز وجل بداية خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو الطين الذي يبس
فصار يسمع له صوت، كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، مثل الطين الذي يصنع منه الفخار، كذلك خلق الله عز وجل الإنسان من طين يابس، فإذا أمسكته سمعت له صوتا، وهذا هو الصلصلة، يعني تسمع له صوتا. من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ جمع حمأة، وهي الطين المتغير إلى السواد. مسنون بمعنى طين منتن، من طين الأرض، من طين الأرض. طيب، في آيات أخرى أوضح الله عز وجل أطوار هذا الطين، يعني الطين ده له أطوار حتى تفهم يعني كلام الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الأطوار أنه كان ترابا، ومنه قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه في آل عمران ذكر الله جل وعلا أنه خلق آدم من تراب، وهذه المرحلة الأولى للطين. ثم وضع على هذا الطين ماء، يعني فابتل هذا الطين فصار يعلق في اليد، وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في قوله إنا خلقناهم في الصفات، إنا خلقناهم من طين لازب. والطين اللازب الطين الذي يعلق في اليد، يعني يعلق في يدك، يلصق في يدك، يعني لازب ولاصق بمعنى. ولقد خلقناه إنا خلقناهم من طين لازب. وبين الله جل وعلا بعد ذلك أن هذا الطين جف فصار يابسا، ومع يبوسته صار له صوت مثل الفخار. تعرف الفخار لما تمسكه تضع يدك عليه تسمع له إيه؟ صلصلة، يعني صوت. إذن هذا الطين الذي ابتل وذكر الله جل وعلا في الصفات إنا خلقناه من طين لازب، تغير بعد ذلك هذا الطين فصار أقرب إلى السواد، نعم، ويبس، وهو الذي ذكر الله جل وعلا هنا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال ده يعني الطين يابس لونه يميل إلى السواد مع التغير، هو هذا خلق الإنسان. يبقى الأول كان يعني ترابا، إن مثل عيسى عند الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم وضع ماء على هذا التراب فصار طينا لازبا، يعني يعلق في اليد، كقوله تعالى في الصفات إن خلقناهم من طين لازب. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الطين اللازب يبس بعد ذلك وتغير لونه إلى السواد، كما في هنا في هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وكذلك قال في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فهذه هي مراحل، إذن ورود الآيات في كتاب الله عز وجل تبين المراحل، ليس بينها تعارض، يعني حتى إذا قرأت هذه الآيات في مواضع يقول من تراب، ومواضع يقول من طين لازب، ومواضع يقول من صلصال من حمأ مسنون، هذه هي مراحل تحول التراب من تراب إلى طين يعلق لازب يعلق في اليد، ثم يتغير هذا الطين إلى اللون إلى السواد مع يعني يبوسته فصار له صلصلة، يعني صوت، وهذا الذي خلق منه آدم. وفائدة هذا الذكر يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، بيان القدرة، عظم القدرة، كما بيّن عظم القدرة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كل العالم اللي انت تراهم هذا من عهد آدم إلى اليوم، من عهد آدم عليه السلام إلى اليوم وإلى قيام الساعة، خلقها الله جل من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء. إذن هذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه بدايات الإنسان، بدايات الإنسان أنه مخلوق من إيه؟ مخلوق من طين. والتذكير بالنشأة كي يكسب الله سبحانه وتعالى الكبر في النفوس، الكبر الذي يراه الكفار في نفوسهم يتكبرون عن السجود لله سبحانه وتعالى، فيذكرهم الله جل وعلا بأصل النشأة. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فذكرهم إيه؟ يعني كيف تتكبرون؟ ألم نخلقكم من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب ويخرج من قريب من موضع البول؟ فعلى ماذا يتكبر الإنسان على ربه سبحانه وتعالى؟ إذن هذا فيه فوائد، يذكره بأصل النشأة ويذكره بنعمة الله عز وجل على هذا الإنسان، وكذلك يكسب فيه الكبر الذي فيه. كل اللي انت تراهم هكذا من المتكبرين هذه أصل نشأتهم. وطبعا هذه النشأة لمن؟ هذه النشأة لأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، وإلا بعد ذلك يعني كان من سلالة، كان الناس من سلالة، من سلالة آدم وزوجه. إذن فهمنا قوله تعالى، واللام هنا لام القسم، يعني قوله ولقد خلقنا الإنسان، يعني اللام هنا لام القسم والتقدير قسمي. قد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ كما ذكرنا اللي هو الطين المتغير إلى السواد، ومسنون يعني منتن من طول المكس. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه، أصل هذا هو أصل خلق إبليس. والجان خلقناه من قبل، من قبل إيه؟ من قبل آدم. فالضم هنا عوض عن المضاف إليه من قبل، لأن عوض عن المضاف إليه يعني من قبل آدم، من نار السموم. من نار السموم اللي هي النار التي هي النار السموم، يعني الحارة جدا، كما في قوله تعالى: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة في سموم وحميم. فالسموم هي الريح الحارة التي تقتل من حرها، كذلك إن من نار السموم يعني النار الشديدة اللهب. وفي موضع آخر أن الله جل خلقه من مارج من نار اللي هو لهيب النار، لهيب النار. إذن هذا خلق الإنسان، وهذا بداية خلق الجان، وهذا بداية خلق إبليس من هذا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. طبعا تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح، الذي خرجه مسلم وخرجه أحمد كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق بنو آدم مما وصف لكم. إذن السنة هنا أضافت معنى جديد لم يذكر في القرآن، أن الملائكة الذي ذكر في القرآن خلق الإنسان وخلق إيه؟ الجان. أضافت السنة الطبيعة النورية للملائكة، خلقت الملائكة من نور. ولذلك الملائكة طبيعتها نورية، يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فطبيعة الملائكة أنها مخلوقات نورية لا تحسن تعصي الله سبحانه وتعالى أبدا، هي مجبولة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة، والتقدير هنا أي واذكر، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وهذا هو آدم عليه الصلاة والسلام، وفهمنا البشر اللي من صلصال من حمأ مسنون، طين
اللي يبس وتغير وصار لونه يعني يميل إلى السواد. فإذا سويته سويت خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن قوله فإذا سويته سويت خلقه، ومما ميز الله به آدم ومما خصه به أن الله جل وعلا خلقه بيده. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح حين يأتي الناس الرسل يوم القيامة فيذكرون لكل نبي ما خصه الله به، فيأتون آدم عليه السلام فيقول له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. ويذهبون الناس إلى النبي من لدن آدم حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لن لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، فينطلق ويشفع عند رب العالمين حتى يأتي الله جل وعلا لفصل بين العباد. الشاهد من الحديث أنت آدم خلقك الله بيده، إذن خص الله عز وجل آدم أنه خلقه بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، والروح هنا الروح هذه المخلوقة، وإحنا نعلم بأن إضافة المخلوقات لله سبحانه وتعالى إضافة إيه؟ إضافة تكريم وتشريف. أما إضافة المعاني من إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن من روحي أي من الروح المخلوق من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن أضافه لي إضافة تكريم لمن؟ تكريم لآدم عليه السلام. كما سمي يا المسيح ابن مريم روح الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وروح منه يعني وروح من الأرواح المخلوقة، لكنها نسبت لله سبحانه وتعالى من باب التكريم والتشريف. والكلام ده ضل فيه النصارى ضلوا في هذا الباب، فاعتقدوا أنه إله أو ابن الإله، وهذا يعني ضلال مبين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني مخلوق كآدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كذلك المسيح ابن مريم قال له كن فيكون، لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. وإذن فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والسجود هنا تحية لآدم عليه السلام، وظل هذا السجود متصل كما في شريعة يوسف عليه السلام، فكانوا يحيون الكبير بالسجود، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لكنه نسخ في هذه الشريعة، يعني نسخ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة مقاطعة لا تعصي الله سبحانه وتعالى، كلهم أجمعون تأكيد على أنه لم يتخلف منهم واحد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، التأكيد على هنا لماذا؟ ليدلك على أنه لم يتخلف أحد من الملائكة إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، تخلف إبليس. وهذا الإباء لم يبين الله جل وعلا هنا أبى يعني رفض، طيب، ولم يبين الله جل وعلا هنا لماذا أبى، لكنه بين في موضع آخر في البقرة وفي صاد، ففي البقرة يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وفي صاد يقول إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إذن المانع الذي منع إبليس من السجود لآدم هو الكبر، كبر متكبر. طيب الاستثناء هنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل يفهم من هذا أن إبليس كان من الملائكة؟ يفهم هذا؟
ولا لا يفهم؟ يفهم ولا لا يفهم؟ لا يفهم. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الاستثناء في لا يشترط في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، لا يشترط. فإبليس إلا إبليس كان من الجن ففي الكهف، يبين الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هذا معنى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، هنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهذا له مذكور في مواضع أخرى، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهل السلام من جنس اللغو والتأثيم؟ أبدا. وهذا يدل على مذهب الشافعي، الشافعي ذهب إلى هذا، إلى أن المستثنى لا يشترط فيه أن يكون من جنس المستثنى منه، وهذا يسمونه الاستثناء المنقطع، يسمونه الاستثناء المنقطع. والمعنى إلا إبليس أي ولكن إبليس أبى وأبى أن يكون مع الساجدين. فإن الاستثناء هنا إيه؟ فالاستثناء هنا لا يشترط في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه. ولذلك الاستثناء نوعان، استثناء متصل، جاء الطلاب إلا واحدا، يبقى هذا استثناء متصل. ليه؟ لأن المستثنى من جنس هي المستثنى منه. وهناك استثناء منقطع، أنه لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، رفض. أم عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمام حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى، أمام يعني جلال الله عز وجل، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما الذي منعك أن تكون مع الساجدين؟ وفي الأعراف قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. مقتضى الكلام ده أنه قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أنه يرى أنه خير منه. ولذلك جاء التصريح بهذا في صاد. نعم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. واللعين هنا قاس قياسا فاسدا. طبعا هو بيقيس في مقابلته، في مقابلة أمر الله سبحانه وتعالى، يقول أنا خير منه، كيف أسجد له؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. هو كاذب في هذا، لأن من قال إن النار خير من الطين؟ بالعكس، النار من طبيعتها الاندفاع والحمق والطيش، زيك أي نار يخاف منها إيه؟ يخاف منها أنها تعمل إيه؟ تندفع فتحرق كل شيء. أما الطين ففيه الثبات وفيه الرسوخ وفيه الوزانة، الطين نافع للناس ينتفعون به كثيرا، والنار مضرة جدا للناس، قد ينتفعون به لكن هي مضرة جدا. فهذا القياس الذي قاسه فاسد، ولذلك خان إبليس عنصره، فهو مخلوق من نار، والنار من طبيعة الاندفاع والطيش، وهذا الذي حدث له، انه اندفع امام رب العالمين سبحانه وتعالى. والكلام ده قال انا خير منه، ده بيأصل لماذا؟ يؤصل لكل من عارض الله سبحانه وتعالى بقياسات فاسدة، عارض امره ونهيه. ولذلك العلماء يقولون لا اجتهاد مع النص، لما يكون في نص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يبقى لازم يسمع ويطيع،
لا يتخلف. فلما الناس تعرض كلام رب العالمين، تعرض هي كلام رب العالمين، يبقى هذه لهم صورة من إبليس اللي عرض كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فاخرج منها، الضمير هنا يعود على إيه؟ على الجنة. كان يعبد الله جل وعلا مع الملائكة وكان له مكانة في الجنة. قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني مرجوم. وأصل الرجم اللي هو الرمي بالحجارة، والعرب إذا أرادت أن تحتقر أو تصغر رجلا حصبته، يعني رمته بالحجارة. إذا قوله فاخرج منها فإنك رجيم مرجوم، يعني صاغر ذليل حقير في مقابلة الكبر الذي تكبر به على رب العالمين. ولذلك في الأعراف فاخرج إنك من الصاغرين، فاخرج منها، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، يعني مذؤوما يعني مذموما، أبلغ ما يكون من الذم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة، وفي صاد وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. معنى هذا أن الله جل وعلا لعنه لعنة متواصلة حتتواصل عليه إلى يوم القيامة. اللعنة التي لعنه الله بها لعنة متواصلة إلى يوم الدين، يعني منذ أن خلقه الله عز وجل فهو ملعون، منذ أن فعل ذلك فهو لعن، واللعنة متواصلة عليه اليوم. واللعنة معناه الطرد من رحمة الله. وإذا لعن الله أحدا لعنه بالقول، ولما يلعنه بالقول يبقى طرده من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن كقتله، يعني اسم الذي يلعن مؤمنا اسمه كأنه قتله. انظروا إلى جهل كثير من الناس حين يستهين بهذه الكلمات، مسألة اللعن أو التكفير يستهين بها. فاللعن المؤمن مصيبته اسم من يلعن مؤمنا كأنه قتله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأمر اللعن عظيم، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالأمر شديد. كذلك التكفير، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، يعني لفظ التكفير ده اسم شرعي لابد يكون له أدلة. فإذا أطلق التكفير على من ليس بكافر عاد الكفر للقائل، القائل هو الذي يكفر بذلك، صلى الله السلامة والعافية. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. الإنذار هنا بمعنى التأخير وبمعنى الإمهال، يعني أخرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة قبل أن يفعل أي شيء. سأل الله جل وعلا أن يمهله. أنظرني يعني من النظرة، النظرة بمعنى إيه؟ بمعنى الإمهال، أخرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، أجابه الله سبحانه وتعالى، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى أنت إذن أمهله الله جل أنه لن يهلك حتى يوم القيامة. فلما اطمأن اللعين إلى أن الله أنظره قال رب بما أغويتني. هو أخذ وعد من رب العالمين، ويعني ومن أصدق من الله حديثا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هنا قال رب بما أغويتني، الباء هنا إيه؟ باء القسم، يعني قسمي لأزينن لهم في الأرض بما أغويتني، أقسم بذلك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نسب الغواية لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لم ينسبها لنفسه، وهو الذي غوى. ولماذا كتب الله عز وجل عليه الغواية؟ بسبب الكبر الذي في قلبه،
وبسبب فسقه وبسبب تمردده على أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هنا والقسم ده جاء مصرحا به في صاد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهنا أيضا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. أزينن لهم في الأرض يعني التزيين معناها الشيء اللي يكون قبيح يزينه يسوغه لهم. المعاصي أصلا قبيحة لكن الشيطان هو الذي يزينها للناس. أي معصية قبيحة، الزنا، السرقة، شرب الخمر، الذبا، الاعتداء على الناس، القتل، سفك الدماء، كل هذه معاصي قبيحة. أي واحد عنده مسكة، عنده يعني مسكة من عقل يأباها، لكن الشيطان يرغب المعاصي يزينها. هي قبيحة لكنه لا يزال بالعبد يرغب فيها حتى يقيعوا فيها. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا أعمالهم لله جل وعلا، وقرأت إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصين من أخلصهم الله عز وجل له سبحانه وتعالى، وهؤلاء المؤمنون أهل الكمالات. وإلا عبادك منهم المخلصين، وإلا عبادك منهم المخلصين ممن أخلصوا أعمالهم لله عز وجل. القراءتان متواترتان. إذن استثنى أن هناك عباد صنف من العباد لن يقدر عليهم. اللي قالوا إبليس ده وأقسم عليه، هل كان متأكدا منه ولا هذا كان ظنا منه وصدق بعد ذلك هذا الظن؟ كان هذا ظنا من إبليس أنه قد يقدر على فعل ذلك، لم يكن متأكدا، وإنما ظن هذا، ظن أنه ممكن يفعل هذا. ولذلك يقول الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. إذن هو كان ظن ذلك، لم يكن مستيقنا من هذا، لكنه صدق عليهم هذا الظن. إلا عبادك منهم المخلصين. طبعا المسألة قال ربي بما أغويتني، الكلام ده حين ينسب العبد المعاصي لله سبحانه وتعالى هذا مسلك إبليس. والأصل أن الإنسان ينسب المعاصي لنفسه، لأنه هو الذي غوى، هو الذي تمرد واستكبر، لكن هذا من سوء أدبه مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد تحتمل الباء هنا أن تكون أيضا باء سببية، أي بسبب غوايتك لي، والغواية بمعنى الإضلال. والله سبحانه وتعالى يغوي يعني يقدر الغواية على النفوس التي يعلم الله منها أنها ليست محلا صالحا للهداية، لا يوفقها الله عز وجل للإيمان، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولماذا أراد الله إغواء قوم نوح؟ لأنهم قوم كفار، علم الله من قلوبهم الفسق والفجور وميلهم للباطل، لكن قلوب المؤمنين التي تميل للحق جنبها الله جل وعلا الغواية. ولا يظلم ربك أحدا إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، الإشارة هنا إليه، قال هذا صراط علي مستقيم، الإشارة هنا إلى هذا الإخلاص، أن الإخلاص طريق علي مستقيم، يعني يوصل العباد إلي مباشرة لا وجاج فيه. وهذا هو الطريق التوحيد الذي هو منه الإخلاص. وفي قراءة متواترة قال هذا صراط علي مستقيم، علي صفة للصراط، يعني صراط رفيع القدر. الإشارة إلى إيه؟ إلى الإخلاص. إذن على كلتا القراءتين،
يمدح الله عز وجل الإخلاص وأهله. فلما قال إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم، يعني صراط علي هنا صفة، قال هذا صراط علي مستقيم، مستقيم صفة الإيه؟ صفة للإخلاص، يعني صفة للصراط. نعم، علي يعني يوصل إلي. القراءة الثانية هذا صراط علي مستقيم، يعني صراط رفيع، رفيع القدر من 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 علوه ومن شرفه. فإذا على كلتا القراءتين يثني الله جل وعلا على الإخلاص. فتتعلم أن تخلص عملك وأن تخلص وجهك وقلبك لله سبحانه وتعالى، وأن تراجع دائما أن تكون عملك لله سبحانه وتعالى في كل شيء. إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني لا تستطيع أن تتسلط عليهم، لا سلطان بمعنى حجة، لا حجة لك عليهم، ولن تستطيع أن يعني تتسلط عليهم. إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين فهو لك سلطان عليهم، أتباعه أتباع إبليس. لذلك يقول الله جل وعلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي من الضالين أهل الغواية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لا يذكر آية في القرآن يذكر فيها إضلال إبليس لبني آدم كما يقول الشيخ الشقيط رحمه الله تعالى إلا والله جل وعلا يعقبها بذكر وعيد هؤلاء جميعا. أي آية في القرآن، أي موضع يذكر فيه إضلال إبليس لبني آدم إلا ويعقب في نفس السياق، تجد أن الله جل وعلا توعده وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لموعدهم أجمعين هنا عبر عنهم بضمير الغيبة تحقيرا لهم، بعد أن كان بضمير، بعد أن كان في خطاب ولا لا؟ الضمار قبل ذلك كان الضمار إيه؟ خطاب بين الله جل وعلا وبين إبليس، لكن انقلب الضمار فصار ضمير الغيبة تحقيرا لهؤلاء. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها سبعة أبواب كما جاء في الحديث وفسره جماهير السلف أن هذه طبقات، أبواب يعني طبقات بعضها أسفل من بعض. ولذلك يقول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيبا. إذن لها سبعة أبواب يعني سبع طبقات، بحسب إيه؟ بحسب كل نوع من العمل. فأشد الأعمال في النار المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أقرب ما يكون لأصل النار، هذا أعظم ما تكون النار. صلى الله السلامة والعافية. لها سبعة أبواب لكل باب منهم، منهم ده الضمير يعود على من؟ لكل باب منهم، لكل باب منهم جزء مقسوم يعني معلوم، يعود على أصحاب النار. إذا لكل باب منهم يعني من أصحاب النار جزء مقسوم معلوم، لأنهم على حسب المعاصي وعلى حسب الأعمال التي عملوها. ولا يظلم ربك أحد. فعصاة الموحدين إذا قدر الله عز يعني عز وجل عليهم دخول النار فإنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. وهؤلاء يسمون، سماهم جاء تسميتهم في الحديث بالجهنميين. لا، وهؤلاء عتقاء الله من النار. أنا بصحح الكلمة التي ذكرتها بالأمس. فالجهنميون اللي هم عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء في الطبقة العليا من النار، لكن طبقات الكفار هي بعضها فوق بعض أسفل من بعض حتى تنتهي إلى آخر طبقة من طبقات النار اللي هي الأبواب، هذه
هي طبقات، وهي درجة وهي طبقة المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لكل باب منهم جزء مقسوم. وعلى طريقة القرآن إذا ذكر أصحاب النار وذكر مآلهم ووعيدهم يسن الله جل وعلا بذكر أهل دين. إذا ذكر الأشقياء سن الله عز وجل بذكر حال السعداء. إن المتقين في جنات وعيون، في مقابل المجرمين الذين هم في سموم وحميم وظل من يحموم. إن المتقين في جنات وعيون، عيون جارية، والعيون هذا منها ما يسمى سلسبيل، وعين فيها تسمى سلسبيلة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عيون باردة وعيون حارة، وهذه العيون للمقربين تأتمر بأمرهم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني ما معنى يفجرونها تفجيرا؟ يعني هو ولي الله جالس مع ولي الله فأراد يشرب، هو يشير إلى هو هذه العيون مسخرة بأمرهم، حيثما أرادوا أن يفجروها انفجرت. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيثما أرادوا أن يشربوا منها بأمرهم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. بسلام سلمهم الله عز وجل من جميع الآفات، وسلمهم الله عز وجل من أي نقص ومن أي عاهة. بسلام ادخلوها بسلام آمنين، وأمنهم الله عز وجل فيها. ولماذا؟ قبل أن يذكر الله جل وعلا أي شيء يذكر الأمن، لأن العبد لن يهنأ ما لم يأمن. الأمن نعمة عظيمة جدا، ولو سلب الأمن من العبد، لو حاز من الدنيا ما حاز، فهو في كرب شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وحديث عند أصحاب السنن، من أصبح آمنا في سربه، أول شيء الأمن، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. شوف، ذكر مع الأمن ومع العافية في البدن ذكر قوت يوم، غذاء يوم واحد فقط، فكأنما حيزت له الدنيا يعني بحذافيرها، يعني جمعت له الدنيا كله. فتعلم نعمة الأمن، وتعلم أنه هناك مصيبة كبيرة جدا لمن يتسبب في إزالة الأمن من بين المسلمين، أنه يجعل الناس في أمر مريج. أمن نعمة عظيمة. ودخلوها بسلام من آمنين. وانتبه إلى أن الأمن في الدنيا ليس لأي أحد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلما حقق الإنسان من التوحيد كلما كان أمنه كاملا، وكلما انتقص من التوحيد كلما انتقص من أمنه. ادخلوها بسلام من آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، دلالة على أن قد يكون في بين المؤمنين في الدنيا نوع من إيه؟ في غل. غل يعني شيء في القلب كده، يعني شدة وعنف قد يكون في الدنيا، لكن في الجنة لا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يوجد قلوبهم كلها لا تحمل إلا المحبة والمودة والألفة والرحمة بينهم، إخوانا على سرر متقابلين. يعني لا يجلس واحد خلف واحد في كل الجنة. مجالس أهل الجنة معنى كونها إخوانا على سرر متقابلين، يعني بينهم إيه؟ بينهم تزاور وبينهم مجالس. والمجالس ليست كالدنيا، الناس في الدنيا تجلس بعضها في قفا بعض، كل واحد يجلس في قفا الآخر، ولا يجلسون هكذا.
لكن أهل الجنة ليسوا هكذا إخوانا على أصول المتقابلين، كل واحد أمام الثاني، لا يوجد اثنين واحد خلف واحد، كلهم متقابلين على المجالس وعلى الأصفة التي يعلم الله عز وجل حسنها وبهاءها وارتفاعها. إخوانا على أصول متقابلين، منهم الألفة والمودة والرحمة والابتسامة والسعادة والسرور، نعيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب، مشقة، نصب بمعنى المشقة وبمعنى الأذى، وما هم منها بمخرجين، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لما تكون ماشي كده انت مثلا وتجد يعني مجموعه كده من البيوت اللي الحديثه الان ديت، وتجد الناس كده محوط عليها بسور ونحو ذلك، الفردوس دي، الفردوس في الجنه اعلى الجنه واوسط الجنه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، فانه اعلى الجنه واوسط الجنه، وسقفها، سقف الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والناس فيها متفاوتون. وأعلى مكان في الفردوس الوسيلة، وهي منزل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أعلى مكان، لا أقرب مكان لرب العالمين، هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي، النبأ الخبر الذي له أهمية بعد هذا العرض لحال الأشقياء وحال السعداء، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فإنما دخل أهل الجنة الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، ليس بأعمالهم، أعمالهم لا تقتضي دخول الجنة ولا أعمال الأنبياء، كما ثبت في الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وهذه مناسبة الآية لما قبلها، وإنما يدخلون، أصل دخول الجنة برحمة الله، بعد ذلك يتفاوتون في الجنة بالعمل، لكن لا يكافئ أي عمل ولا عمل الأنبياء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أبدا. أنت عشت في الدنيا دي كم؟ تعيش في الدنيا 60 سنة 70 سنة تخلد في الجنة أبد الآباد بأي شيء هذا؟ طب عد أنفاسك، عد الأنفاس، ها؟ نعمة البصر تكافئها ازاي؟ الصحة، البدن، كل هذا النعم اللي انت فيها دي كلها، النعم اللي عندك دي كلها، لو دفعوا لك فيها مليارات، لو واحد قال لك خد 10 مليار واعطيني بصرك تعطي؟ لا يا رجل، 10 مليار يا رجل، معقول 10 مليار وتعمل ايه بال10 مليار وانت لا بصر؟ خليني يا عم ببصر الحمد لله. يعني انت حسبة كده، حسبة عندك كده، لو اعطاك الدنيا كلها ولا لا؟ اعطاك الدنيا كلها الحمد لله، انت بصير، تروح تذهب وتروح وتجيء بفضل الله، لكن لما معاك مليار هتعمل ايه؟ تجيب خادم معاك يعني يمسكك من يدك ويدي؟ لا تفعل هذا. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. والكلام ده معناه ان الناس تتعرض لرحمة الله عز وجل، ويتعرضون لرحمته ومغفرته بالتزام ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وحتى لا يعني يعظم الرجاء، يعني لا يكون فقط الرجاء فقط عند الناس، لا، وأن عذابي هو العذاب الأليم، حط الاثنين مع بعض، تضعهم مع بعض كهذا، يبقى هذا الرجاء والخوف، وهما جناحك إلى الله، وهما جناحك إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتعمل في الدنيا رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلى خوف من الله عز وجل، على خوف ألا يتقبل الله منك، أو أن يحاسبك حسابا يستقصي معك الحساب، وهذا سوء الحساب. من نوقش الحساب عذب، يعني لو ربنا حاسبنا حساب أي واحد ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه حساب المستقصي كل شيء عملته، يبقى يهلك، من نوقش الحساب هلك. أما المؤمنين، لا، المؤمنون عرض يقررهم الله بذنوبهم، هو لا يمكن منها شيء، فيغفرها الله لهم سبحانه وتعالى.
وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن الخوف والرجاء هما إيه؟ هما جناح العبد لله عز وجل. لما أثنى الله عز وجل على زكريا فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذا هو الخوف والرجاء، رغبا فيما عند الله، وهذا الرجاء، ورهبا من وعيد الله عز وجل، وكانوا لنا خاشعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.